قماش اللي احنا بنلبسه بالظبط اقل بالظبط كده. طيب هنا برضو خليني اتكلم معاكي على اعاده التدوير اللي هو الريسايكلينج. برضو هل ده هو ده المبدا الاساسي طبعا في مثلا في فكره الازياء الصديقه للبيئه، ولا لا في مبدا تاني مختلف عن الموضوع ده؟ هو ده لما اي حد بيسالني ايه اكتر حاجه ممكن نعملها عشان عشان احنا نحافظ على البيئه، هي دي الاجابه، اعاده التدوير والابسايكلينج، لان دول اكتر حاجه مش يعني او اكتر حاجه مش مضره للبيئه واقل حاجه مضره للبيئه. ليه؟ لان هي مش تستخدم الريسورسز من الارض. مش بناخد اي حاجه، هي اوريدي حاجه موجوده عملت الضرر بتاعها خلاص، فاحنا بنحاول ان احنا نستخدمها كذا مره عشان الضرر بتاعها ما يكونش خلاص ان هي مره استخدمت وهنرميها بعد كده. انت كلامك ده بيخليني احيي كل امهات مصر اعاده تدوير على اعاده التدوير برطمانات برطمانات لا وبنطلونات باظت بقت شورتات بعد كده مش نافع خالص، ما ممكن تبقى بقى فاهمه يعني ليها استخدام اخر طبعا يعني ما بيبطلوش. فانا فعلا انا يعني بحييهم من خلالك على الموضوع ده. طيب احنا معانا صور دلوقتي هنا، صورك في كاب صح كاب 27 حابه اعرف دورك ومشاركتك في كاب 27 كانت عامله ازاي؟ انا رحت السنه دي يعني ان انا كنت ماسكه الايفنتس اللي تبع جامعه امبيريال كوليدج لندن اللي انا برضو بشتغل فيها، بشتغل في سنتر هناك او انستيتيوت اسمه جرانثام انستيتيوت فور كلايمت تشينج اند انفايرمنت. فكنت بعمل ايفنتس هناك في البلو زون عن ازاي الواحد ممكن ان احنا يعني نكوميونيكيت او نوصل رساله تغيير المناخ للمجتمع، مش بس يعني برضو يعني عامة الشعب، للرؤساء، للناس اللي هم برضو يعني مثلا العلماء اللي بيشتغلوا في المجال نفسه، برضو ازاي ممكن نوصل لهم المعلومة بتاعت climate change او تغيير المناخ ده بطرق مختلفة حديثة، لان احنا دلوقتي عايشين في زمن اتغير، ووسائل كمان الكوميونيكيشن اتغيرت كمان. فاحنا بقى كنا بنتكلم عن يعني ده اللي احنا كنا فوكسنج عليه في المؤتمر ده. حلو قوي حلو قوي. يعني بصي هو موجود طبعا كبير جدا، بس خلينا برضه نروح لحته تانية. انت دلوقتي عامله براند او يعني خط انتاج ملابس صديق للبيئه، عملتي ده ازاي وخد منك مجهود قد ايه ووقت قد ايه؟ هو طبعا يعني دي بتبقى بروسس او بتبقى رحله، يعني هي الواحد زي اي بزنس، مش حاجه يعني في يوم وليله خلاص انا جات لي الفكره وهبتديها بكره. فانا كانت هي رحلتي طبعا بدات بدراستي بره مصر، وكنت عايزه اجيب يعني ارجع بلدي بحاجه يعني حاجه مفيده تفيدها. بالظبط كده بالظبط. فدرست في لندن كوليدج اوف فاشن، درست كوستيوم فور بيرفورمانس اللي هو مش فاشن، اللي هو ازياء المسرح والافلام. وده ساعدني قوي لان انا كان دايما لما بشتغل على افلام عندي طبعا البادجت صغير قوي وسكيل كبيره قوي، وقت مفيش وقت خالص انتوا عارفين. بس فكنت لازم دايما الاقي حلول. فكنت دايما اروح مثلا اللي هي المحلات اللي هي السكند هاند اللي هي اوريدي كان يعني بتبيع لبس اوريدي سكند هاند، اللي ممكن يكون يعني تم استعمالها ولسه صالحها فبتعد بيعها تاني باسعار رمزيه ممكن. بالظبط. فكنت باخد اللبس ده وبفكه وبعمل منه لبس جديد كله من اول وجديد، لان ده كان اسهل من ان انا اشتري قماش مثلا جديد زي جلد، بالذات الجلد وال القماشه اللي هي هتبان على التلفزيون لو هي طبيعيه او مش طبيعيه، فلازم الواحد يخلي باله منها قوي. فدي كانت بدايه رحلتي. حلو. بس فبعد كده انا لاحظت ان انا افتح بيزنس في الـ في الـ في السستينبل فاشن نفسها، دي حاجه هتبقى مختلفه، لان انا كمان مش بس بعمل سستينبل فاشن من جهه واحده اللي هي الازياء المستدامه. بالظبط كده، الازياء المستدامه مستدامه بطرق كتيره مختلفه. يعني هو مش طريقه واحده، عندي مثلا اللي هو الابسايكلينج او الريسايكلينج اللي هو اعاده التدوير. ده حاجه اللي انت عملتيه بره في خصوص حاجات التمثيل او المسرح او كده. بالظبط. فدي انا بدات بكده، وبعد كده برضو دخلت في
ان الحاجه تتلبس من اكتر من طريقه واحده، لان لسه في مش احنا مش عارفين لسه نعيد تدويرها قوي او مش متاحه قوي ان الواحد يعيد تدويرها، فبندور على طرق مختلفه ان احنا برضو ما نبقاش بنضر البيئه كفاشن ديزاينرز. فالبراند بتاعتي دي رساله للفاشن ديزاينرز ان احنا كلنا ممكن نبقى بنعمل ديزاينز مبتكره وحديثه وشكلها حلو وقيمه بس في نفس الوقت مش مضر. هنا معلش النقطه دي مهمه قوي بالنسبه للناس اللي بتحب تلبس احدث حاجه، وبالنسبه للفاشن ديزاينرز سواء في مصر او على مستوى العالم بيبقوا دايما عايزين يعملوا حاجه مختلفه اوت اوف ذا بوكس، تبقى يعني تبقى ملفته جدا خصوصا في الفاشن شوز اللي بنشوفها والكات ووكس اللي بنشوفها لمصممين ازياء عالميين. اقدر اعمل ديزاين مميز جدا وعالمي من منتجات واقمشه صديقه للبيئه، ولا مش هتطلع بنفس الابهار اللي انا بشوفه دايما في القماشات المختلفه والمتنوعه اللي